بعد توقف مباراة المستقبل الرياضي بيجيبس والترجي الرياضي الجرزيسي، عقد مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم على اجتماع للنظر في أحداث اللي صارت في نهاية المباراة وقرر هزم فريق الجليزة جزائي. القرار هذا ما عجبش مسؤولي ولاعبي المستقبل. لجنة الاستئناف مش تعطي حق مستقبل جابس، ومش يا المقابلة بنتيجتها فوق الملعب يا تتعادل المقابلة. احنا مستعدين للزوز اذا يحبوا كون نزول ولا ربحان البطولة يتلعب في الكواليس، نقولوا رانا مناش ندادهم، رانا بالحق ضعاف. قدرة تربي باش ترجع النقطة، خاطر مش معقول اللي صار، مش معقول. يعني كان قانون يمشي مع المرسى وباجة وما يمشيش معنا نحن، زادة ما رعونيش زادة ظروفنا. يعني ما تجيش يعني على دي سكونت فهمتني انسان يعمل فيلم وحده في التيران وبعد يجينا فهمتني يجيوني يتحرم منها فهمتني جابس، ما تجيش. وكان ما رجعناش النقطه هذيك باذن الله، كما جبنا النقطه هذيك ضد جرجيس تو نجيبوا 6 نقاط الفاضلين ونقعدوا نستناو ان شاء الله. هذوما الناس معنا لابسين دي دوسار وشفناهم، وفما الاعلام كان حاضر، اعتدوا بالعنف على على الحكم، اعتدوا على مساعد الحكم، اعتدوا بالعنف كذلك على بعض لاعبي ترجي جرجيس، اعتدوا بالعنف على المدرب شهاب الليلي. معناها انا بور موا اذا باش ناخذوا قرار اوتر كي معاقب حاجه، معناها هذا باش يولي خايفين سيتاسيون لا فيولونس. اليوم لجنه الاستئناف عادت فتح هذا الموضوع وقررت ما يلي. اجتمعت اللجنه الوطنيه للاستئناف مساء هذا اليوم وقررت قبول مطلب الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقد القرار المعطوني فيه والقضاء مجددا بإقرار نتيجة المقابلة فوق الميدان. أكيد فرحانين بالنتيجة اللي هي في نهاية الأمر النتيجة اللي حصلت فوق الميدان واللي فسرنا معناها اللي فسرناه الكل من ناحية القانونية ثبت صحته معناها الحمد لله، نحمد ربي على النتيجة هذه. وإن شاء الله معناها مستقبل جابس يبقى في الوطني أليف، هذا من ناحية، وإن شاء الله النسمة تغطي مستقبل جابس أكثر من اللي متعودة تغطيها إن شاء الله. وهكا يصبح الترتيب وعدد نقاط زوز فرق على النحو التالي.